السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان أخوات متتبعي قناة الزراعة المنزلية فن وإبداع، تحية مجددة لكم. في هذا الفيديو سنتحدث عن تقليم أوراق نبات الألويفيرا، وقبل ذلك نطرح السؤال التالي: هل الألويفيرا تخضع لعملية التقليم كما يخضع لها العديد من الأشجار والنباتات؟ وإن كان الأمر كذلك، فما الفائدة من تقليم أوراق الألويفيرا؟ في الحقيقة إنها عدة فوائد. قبل ذكرها نذكركم بأننا أدرجنا وفي أقل من دقيقة في نهاية هذا الفيديو ملخص يشمل طريقة الزراعة نوع التربة وطريقة الري، فابقوا معنا حتى النهاية. أول الفوائد: تحسين الشكل الجمالي للنبتة، حيث يساعد تقليم الأوراق القديمة التي عادة ما تكون كبيرة من حيث الطول والعرض، كما أنها تكون ملتصقة بالتربة وتتأثر بمياه الري ويتراكم عليها القدر الأكبر من الأثربة، مما يجعل لونها شاحب وقليل الجاذبية. الفائدة الثانية: إعطاء الفرصة للنبتة لتجديد شبابها وجعلها تستفيد من أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية، وبالتالي تنمو الأوراق المتبقية بشكل جيد وسريع ويكون لونها أخضر وجذاب. الفائدة الثالثة: منع إصابة النبتة ببعض الأمراض البكتيرية والفطرية التي عادة ما تتكون وتتزايد أسفل النبتة وأسفل الأوراق الملتصقة بالتربة، حيث الرطوبة وقلة التهوية وقلة وصول أشعة الشمس تكون مرتعا كبيرا لهذه الآفات. الفائدة الرابعة: تحفيز نمو خلفات جديدة من كل جوانب النبتة وبشكل كثيف وسريع، لأن إزالة الأوراق الضخمة تحفز الشبكة الجذرية على التمدد السريع، مما يحفز كذلك نمو خلفات تحيط من كل جهة بالنبتة الأم. هذه الخلفات يتم تفريدها فيما بعد، وهذه هي الطريقة المثلى لتكاثر نبات الألويفيرا. الفائدة الخامسة والأخيرة: استغلال هذه الأوراق وقبل تعرضها للتلف في أغراض طبية عديدة، خاصة منها ما يتعلق بالأمراض الجلدية. يمكن لكم الاطلاع عليها في مواقع أخرى متخصصة. نذكر بأن ما يعرف بجيل الألويفيرا الذي يملأ الأوراق بكثافة يكون عالي الجودة كلما كان لونه شديد الشفافية. حين يحمل في اليد يكون شبيه بقطعة زجاج نظيفة جدا. نذكر كذلك
في النهاية إلى أن التقليم وقطع الأوراق يجب أن يتم باستعمال أدوات حادة ونظيفة جدا بل ومعقمة. إخواني أخواتي، من غرابة هذه النبتة التي طعمها شديد المرارة ورائحتها كريهة عظيمة الفوائد الطبية للإنسان والحيوان بل حتى لأخواتها من النباتات، كما أن منظرها ومظهرها مميز جدا، فتبارك الله أحسن الخالقين. إخواني أخواتي، قبل أن أترككم مع دقيقة نلخص فيها مراحل زراعة الألوفيرا وتطورها ونموها، أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، ونحن جاهزون لإفادتكم إن كان لديكم أسئلة أو تعاليق. وتذكروا بأن الدال على الخير كفاعله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.